ورحمة الله وبركاته. صاحب المكان طلب مني أعزم كل المصلين في مسجد عبد الله بن عباس، جنوب مسجد عبد الله بن عباس. هذا مسجد عبد الله بن عباس، هذا جنوبه، هذا المقابر هنا، هذا المكان تاج الهدهد، تاج الهدهد جنب بيت عم عبد المعين فياضة، هذا اللي هنا الكبير. وهذا البيت كانت تذكروه حق العبيدان، طالع في صور من الصور، وهذا البيت طالع صورة قديمة للطائف. هذا المكان خلف الجيمس هذا حيكون حلويات وتمر، حلويات زي كذا، وحيكون في قرص مله وسمن وعسل. الله يحييكم، طلب مني صاحب المكان الله يجزاه خير لكل، وبالعكس كمان واحد ياخذه ويسلم ويشوف الناس ويسلم معايده. يعطيكم العافيه وبارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. ما شاء الله زمزم بارد، الحين نشرب منه.